السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحببت أن أشارك بهذا المقطع لعل الله عز وجل أن ينفع به. هذه مقبرة فيها من الغني وفيها من الفقير، فيها من الكبير وفيها من الصغير، فيها من الرجال وفيها من النساء، وفيها من يعذب وفيها من ينعم. أحبتي في الله، هذا القبر صلينا عليه ظهر هذا اليوم، وهذا القبر صلينا عليه العصر هذا اليوم، وهذا القبر إلى الآن صاحبه يعيش، وهذا القبر أيضا ينتظر صاحبه، وهذا القبر وهذا. بلا شك يا أخوان بنرحل من هذه الدنيا، فهل صليت الفجر هذا اليوم؟ نعم صليت الفجر. هل أنت تسمع الأغاني؟ هل أنت تشاهد المقاطع؟ نعم. هل أنت تشاهدين المقاطع وتتكاسلين عن الصلاة؟ قبل قليل دفنا هذا القبر وصلينا عليه، هل هو صلى الفجر في جماعة؟ الله يعلم. هل هذا القبر صاحب هذا القبر في جواله مقاطع؟ الله أعلم. هل صاحب هذا القبر ينعم؟ نعم ينعم. أو يعذب؟ الله أعلم. فقل لي بربك لو مكانك هذا القبر، هل ستمسح ما في الجوال؟ هل تركز على الصلاة؟ فكر، موعدك القبر، موعدك القبر.